الو سين 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 السلام عليكم، تفضل خويا مرحبا. الو اهلا باتا، اشي امورك؟ قل لي اشي احوال الجميع. والله الحمد لله امورنا منظمه، جوست هاو الدنيا سخونه شويه. شنو شنو سخونه؟ انا شكون انا في السعوديه هوني؟ يا ولدي هوني 87 سخانه. نعم 87. اي باهي واسمعني بعلول، كسب طلبت انت شفما زاد بعد كل محاكمه نتاعك التليفون تطلب. يا ولدي لا انا مانيش طالب، انا مش اسال عن المحاكمه، انا قلت لك من قبل المحاكمات ظلم وقضايا ما تعنيليش. اسمعني انا طالبك يا باتا باش نسالك بالحق الصناع، ما همش باش يطيحوا حتى حد. اي بالرسم يا بعلول هكا قالوا البارح، قال لك الصناع ما هم باش يطيحوا حتى حد. بالله بالله صار صحيحه الحكايه. حلوه ذي، ما عادش يطيحوا حد تولي خشينا، تولي كان هكا نولي نرجع لتونس، ما نخافش باش يطيحوني. لا لا بعلول سامحني، لا انت كان جيل تونس حبيبي يطيحوك على برشا حاجات، عندك الغبره والزطله اللي كنت كونسومي فيها برك هذيك يطيحوك عليها عوي معي. يا ولدي لا انا مانيش نحكي على الغبره والزطله، يا ولدي لا الحمد لله انا تبت. نعم تبت انا ذاك طريش قبل وكو، مانيش نحكي على ذاك باش يطيحوني، نحكي على الكوره شنو ماهوش باش يطيحوا حد. تشبيك حتى هما زوز كيباتي كانوا باش يطيحوها مكبشين في الكيبات الاخرين، معناها كانوا يطيحوهم تو طيح شامبيونات كامله تنشد في شعر هاي. اما حلوه الحكايه اللي عملوها. نعم شنو حلوه خشينا ياسر. اسمعني انا ما دام ما عادش باش يطيحوا انا نعمك بالتو، اللي انا زاد باش نعمل ايكيب وشاي باش نرجع لتونس وما يطيحني حد بالقانون الجديد هذا. شنو بعلول كي تحكي بالرسمي تخسيبها سهله باش تعمل ايكيب وتجي تكور في تونس؟ بالعكس ماهيش صعيبه باش الكورة ماهيش صعيبة، وتبارك الله معناها أنا 23 سنة معناها أنا نكور بيكم، مانيش باش نحير معناها باش نكور بالكورة، أنا كورت مع 10 ملايين. بلاي بلا شو صخر وقت نعاود فيها، باهي اسمعني استنى باهي التكوير وصفا باهي قلت تعرف تكور، والكيب ما لازمها اسم ولازمها جوارات. كوني رسامي ماهيش مشكلة رسامي، وزيد حتى الكيب حضرت لها اسمها، بسميها دولار رياضي بسيدي بوسعيد. باهي واسمعني استنى نشوف في انا ديفيزيون باش نحطوك. يا ولدي انا ماهوش مشكل ديفيزيون، انا القسم اللي باش تحطوني فيه ماهوش مشكل، حطوني فين نجي ما يهمنيش، وتو تشوف اش نعمل. وانا تبارك الله انا ملاعبي معروف، ملاعبي كبير وماركي بالراس، وانا حتى ما تخطفش في راسي، معناها تبارك الله خشمي ما شاء الله نجم حتى بخشمي ماركيه. مش ماركي بخشمي بالله سامحني بعلول يا اخي، خشمك هذاك انا في بالي عملت عمليه تجميل غلط وحطوا لك مرفق. اي باهي اسمعني، والكيب نتاعك شكون فيها جوريك؟ يا ولدي اسمعني، يا ولدي عندي كيب خوله. اسمعني انا مش نلعب نمره 10، انا عارف شو نلعب صانع تغيير صانع العاب، وعندي ديفونسور غول هذا كبش التالي وراس 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 يا ما يتعدى حد، القذافي مش حط التالي فهمت؟ من انتم؟ اسمعني شكون جارديان؟ يا ولدي جارديان تبارك الله عندنا واحد يشد صحيح وباهي، تعرف شو اسمه الحنطويل بشار بشار صيد في الجول، والنبي محمد صيد. ما سمحني بعلول قل لي عندكم شي واحد يماركي في الكيب؟ اي نعم يا ولدي عندنا واحد قدام هداف هول. نعم اما مشكلته صغيره، انا مشكله صغيره مشكلته اعور ما يعرفش بقدا كيف يقولوا درسي لاند يخدموا فهمت؟ ارجوك لا تدور علي يا ابن علي، علي عبد الله صالح مريض، انا لا يمكنني ان اعاون، انا مريض. فهمتك تحكي عن عبد الله صالح، اما هذاك راهو عين بعين راهو يشوف كان شطر التيران كيفاش في مركز. يا ولدي ماهوش مشكل انا علي عبد الله صالح تو يبرا ما تقعدش برشا ست شهور ويبرا. قل لي وعندكم انترنور باهي ولا؟ اي نعم عندنا مدرب هول باش نحطوا السحار مدرب المخ. اي نعم المخ السحار. اش هو المخ باش هذاك مدرب للفريق اللي بيجيو تكاوروا به في تونس؟ جميله. اما اسمعني الفريق نتاعكم جمش يكور في تونس، خاطر كان جيو نحن نكوروا بيكم يا غراب يا غالي غرغر على بعلول.